سكويد جيم أو لعبة الحبار راجع رسميا في سيزن تاني. القائمين على العمل والمنتجين وشركة نتفليكس طلعت حكت انه المسلسل تم التجديد بعد كتير مفاوضات وتفكير وما بعرف ايش، تم التجديد لموسم تاني من هذا المسلسل. وللأمانة كانت حتكون صدمة كتير كتير كبيرة انه هذا المسلسل ما يجدد لموسم تاني بسبب النجاحات الخارقة يلي حققها خلال فترة قصيرة جدا، وفورا يعني اول ما طلع المسلسل ضرب فورا وصار الاعلى مشاهدة في تاريخ نتفليكس واكتسح لكاسا دي بابل. طبعا عم بحكي على المسلسلات الاجنبية بمعنى اخر كوري تركي اسباني هاللي هو، مو مسلسلات اللي بيحكوا انجليزي، يعني هاي النقطة اللي نحكي عليها. كسر ارقام ودمر الدنيا في نتفليكس وكان الاعلى مشاهدة طوال فترة طويلة، مثلا خلال شهر كامل هو الاعلى في اليابان، في كوريا، في تركيا، في عند العرب بالاجانب، اسبانيا، كله كله كله. سكويد جيم هو الاعلى في تاريخ نتفليكس. فمن بعد كل هالقصص هي كان غريب كتير انه اساسا المسلسل ما يتجدد لموسم تاني. طيب هل التجديد لموسم تاني هو شيء جيد او شيء سيء؟ ما بنقدر نقول انه هو جيد، ما بنقدر نقول انه هو سيء، لبين ما نشوف الموسم التاني هل هو رح يكون جيد. القصة حلوة، التكتيكات اللي موجودة في المسلسل هل هي تكرار وحلب القصة ولا لا فعلا في شيء جديد؟ انطلاقا من هاي النقطة بفيديو اليوم رح نحكي عن ثلاث احتمالات او ثلاث سيناريوهات موجودة على الطاولة. الاخبار والعالم كلها عم تتناقل هدول السيناريوهات انه والله الموسم الثاني رح تكون قصته كذا كذا او كذا كذا او كذا كذا، رح ناخذ هالكذا كذا والكذا كذا والكذا كذا نتناقش فيهم، اعطيكم رايي في هدول الثلاث احتمالات ومن ثم اقلكم انا ايش بتمنى بما انه خلص رسميا الموسم الثاني جاي، ايش بتمنى انه الموسم الثاني يحمل. هلا بقى خلينا نبلش بالسيناريو الاول الا وهو انه بطل المسلسل اللي اتحدي هلا حاليا رسميا هون من قدام هاي الكاميرا، اتحدى ينزل واحد على الكومنتات يحط لي اسم الشخصيه اللي كانت موجودة في الموسم الأول من دون ما تروح على جوجل. لا تروح على جوجل، إذا بتتذكر اسم الشخصية نزل حط ليها تحت في الكومنتات، وأوعدك إنه في الحلقة الجاي رح أذكر اسمك وأحييك تحية خاصة مني لك. فبس لا تروحوا تستخدموا جوجل، إذا بتتذكروا اسم الشخصية من دون ما تتذكروا أو من دون ما تشوفوا جوجل فأنتوا أساطير. المهم السيناريو الأول يقول إنه الشخصية الرئيسية اللي كانت في سكويد جيم هو رح يعمل لعبة خاصة فيه بمساعدة العجوز، رح يعمل نفس مبدأ السيزن الأول اللي شفنا فيه الألعاب وهكذا. هذا الاحتمال يلي على فكرة يعني هو هبد كتير كتير هبد، أنا رح أقولكم ليش، ولكن كتير أخبار عم تتناقل هذا السيناريو وكأنه رح يصير. فإذا صار يعني مصيبة إذا بيصير لسبب جدا بسيط، إنه نحن في نهاية السيزن الأول شفناه هو كرهان المصاري، زلمة معه مليارات ما عم بيستخدم هالمصاري على الإطلاق. ليش؟ لأنه مو مؤمن بالشي اللي عمله وحس حاله إن أنا غلطان وهدول المصاري أنا أخذتهم بسبيل انه في عالم ماتت، لانه هدول عالم ماتت انا عم باخذ هاي المصاري. فهو ما كان مقتنع اطلاقا في هذا الموضوع لدرجه انه ما استعمل المليارات اللي عنده. فما اتوقع انه بالسيزن الثاني من سكويد جيم يجيبوا هاي الشخصيه يحطوها ويعملوا عليها سيناريو كامل انه هو يستلم لعبه ما بعرف ايش. بستبعد كتير هذا السيناريو على انه مثل ما قلت لكم العالم كلها عم تتناقل هذا السيناريو عم تقول انه راح يصير وهكذا، بس انا بستبعده صراحه. اول شيء انه هو سيء بالنسبه لي، وثاني شيء يستبعد، يعني بتحسه مو منطقي على الاطلاق. السيناريو الثاني اللي عم تم تداوله حاليا انه رح يفرجونا خلال السيزن الثاني ماضي العجوز اللي شفناه اللي هو مخترع اللعبه ما بعرف ايش، رح نشوف الماضي تبعه ورح نشوف لعبه ثانيه مثل سكويد جيم ولكن يعني نفس المبدا بس انه غير العاب ونتعمق في شخصيه العجوز. اذا صار هذا الخيار كمان حيكون شيء سيء بالنسبه لي، لانه اليوم نحن عم نحكي مسلسل اجى بفكره حلوه، عم بفرجينا ثقافه كوريه جميله جدا، الالعاب تبعهم وما بعرف ايش، ما عندي اي مشكله. انا من السيزن الاول وحكيت في مراجعة وتعملت مراجعة المسلسل، رح تلاقوا الفيديو هلا يطلع لكم فوق، رح تلاقوا كمان رابطه تحت في الوصف، حكيت انه هذا المسلسل جميل جدا في السيزن الاول تبعه، ولكن فكرة انك انت تجيني بسيزن ثاني تفرجيني ماضي هذا العجوز اللي اسس هاي اللعبة، الموضوع شوي ضعيف صراحة. انا شايف الموضوع كتير ضعيف، حتى مو شوي، يعني انا ما معقول اروح 7 او 8 او 9 ساعات بس لحتى اشوف ماضي العجوز واشوف العاب بتشبه كتير الالعاب اللي كانت في الموسم الاول، يعني ما حيعملوا اي تقدم في القصة من هاي النقطة. الخيار الثالث اللي عم يتم تداوله حاليا وكتير عالم كمان مأيدة هذا الخيار عم بيقولوا انه راح يصير او ما يصير وهكذا، الا وهو انه عم بيقولوا نفس سكويد جيم الموسم الاول راح يكون الموسم الثاني غير شخصيات، المؤسس راح يكون غير مؤسس وما بعرف ايش وهكذا. هيك عم بيقولوا انه مثل السيزن الاول ولكن غير العاب مثلا وغير شخصيات وهيك. هذا الشيء اذا صار
انا بشوفه حل بصراحه، لانه خلاص نحن شفنا كوريا، شفنا شخصيات كوريه، شفنا شيء حلو عن الثقافه الكوريه، العاب الاولاد الصغار اللي كانوا يلعبوها من زمان وهكذا، خلاص حاج كوريا. فما معقول انت تجي تجيب لي غير شخصيات تماما، على انه نحن تعلقنا بشخصيات الموسم الاول، بس ما معقول انت تجي تجيب لي شخصيات جديده نفس القصه، بس اللهم تغير لي الالعاب. فانا شايف هذا خيار بغض النظر انه هو مستبعد او ممكن يصير او كذا، انا شايفه ضعيف كتير، ما اتوقع انه ينعمل. خليني اذكر لكم معلومة كمان، في كتير عالم عم بيحكوها، عم بيقولوا انه ممكن العالم اللي ماتت في السيزن الاول يرجعوا عايشوها ويدخلوها في سيناريو الموسم الثاني، على انه يصير الموضوع ميكس، انه العجوز موجود والبطل موجود وكم شخصية من الشخصيات القديمة ويرجعوا يعيدوا المسلسل. هيك في عالم كتير عم بتقول، اي اشاعة بتحمل شيء من اللي انا قلته حاليا كذب، ما تصدقوا، مستحيل مسلسل بحجم سكويد جيم صار تاريخي، كسر وطبش أرقام، من المستحيل يعمل هيك شغلة غبية كتير، رجع يعيش، ما وصلنا لباب الحارة يعني، معلش. فأي خبر تسمعوا عن هاي النقطة كذب وافتراء ويعني غلط، أكيد غلط. هلأ إذا بدكم رأيي الشخصي وبدكم أعطيكم أنا، لو هيك أنا حابب إنه هذا المسلسل يرجع، شو هو السيناريو بالنسبة إلي؟ خليني أحكي عن هذا الموضوع. هلأ قبل ما أحكيكم السيناريو اللي أنا بتمنى إنه يصير في السيزن الثاني، خليني أذكر لكم معلومة كتير مهمة. في 2017 طلع عنا مسلسل إسباني اسمه لا كازا دي بابل، أول موسم، ثاني موسم، بكل ما تعنيه كامل معنا، اجى لكازا دي بابل، ضرب ارقام، حطم مدري مين، كسر الدنيا، الخلق كله في كل العالم صارت تشوف هذا المسلسل. وبفتره من الفترات في وقت من الاوقات لكازا دي بابل كان مرشح انه يدخل في قائمه التوب 10 لافضل المسلسلات في التاريخ، لولا الموسم الثالث والرابع والخامس والحلب اللي صار في القصه. انا برجع بقول لكم في وقت من الاوقات هذا المسلسل كان من الممكن يدخل للتوب 10، حاليا بعيد كل البعد، ما بيقرب اساسا على التوب 10 ولا بشمه. ما عم نحكي عن هذا الموضوع يعني، لا تمسكوا عليه انه والله ما مطبل لكاسا دي بابل، لا ما بحكي هذا الموضوع، ولكن في وقت من الاوقات المسلسل كان من الممكن يدخل القائمه بطريقه ما، كان مسلسل جميل، كان مسلسل حلو. اجى الموسم الثالث والرابع والخامس وبلش ام الحلب في المسلسل، وخلص المسلسل مع الاسف الشديد في عالم هلا بطلت تشوفه اساسا. الحاله اللي عم بمر فيها سكويد جيم حاليا كتير بتشبه الحاله يلي لكاسا دي بابل كان موجود فيها. اجى سكويد جيم هلا العالم كله شافته، خلال شهر واحد بس كسر ارقام وطبش دنيا لدرجه انه هو صار الاكثر مشاهده في تاريخ نتفليكس كله، الاكثر مشاهده خاصه ذاك سويت جيم، هو الاقوى حاليا في نتفليكس. فبطريقه ما ولحد الان على فكره داخل الترند، لحد الان سكويت جيم في نتفليكس داخل الترند. فعم تحكي انت على مسلسل كتير الحالة تبعيته بتشبه حالة لكاسا دي بابل، ولكن شفنا ايش صار في لكاسا دي بابل، الحلب يلي صار والشط والمط دمر المسلسل. هذا اللي خايف عليه من سكويت جيم، انه يجي موسم تاني، اللهم يصير كمان موسم ثالث وما بعرف ايش موسم رابع، ويحلبوا في ام القصة ويخربوا الدنيا. انا برأيي الشخصي اذا ما بدهم يجوا للحالة اللي صار فيها لكاسا دي بابل ويخربوا المسلسل، في عندهم خيار واحد لا ثاني له، الا وهو انه هنن يجوا بسيناريو بيشبه سيناريو السيزن الاول ولكن يطلعوا من كوريا. بمعنى اخر، نحن بالسيزن الاول شفنا الثقافة الكورية، شفنا الالعاب الكورية، شفنا شيء متعلق بكوريا. انا بقول اذا راحوا طلعوا برات كوريا، راحوا مثلا على اسبانيا، على ايطاليا، على المانيا، على حتى عند العرب ما في اي مشكلة، اجوا لعنا ومسلسل مثلا، عم بعطيكم انا مثال، اجوا فرجوا ثقافه غير الثقافه الكوريه، فرجوني الثقافه الالمانيه على سبيل المثال، الثقافه الاوروبيه، الثقافه الاسيويه، هل هو الثقافه الافريقيه، ما بتفرق ابدا، فرجوني ثقافه غير الثقافه الكوريه. انا بشوف انه هذا المسلسل من هلا بقول لكم اذا كان في بالهم هي الفكره فممكن يعملوا سيزن ثالث ورابع وخامس بالمرتاح، لانه انت اليوم عم بتفرجيني مسلسل احداثه حلوه، الالعاب رح تكون متغيره بطبيعه الحال لانه انت عم تحكي على ثقافه، فكل ثقافه العرب العابون غير العاب الاجانب، غير العاب الكوريين وهكذا، فانت رح تتنوع، فيكون عندك في تنوع كتير كبير. فانا اتمنى انه السيناريو اللي رح يجينا في الموسم الثاني يحكوا لي سكويد جيم نفسه الموسم الاول لكن بغير ثقافه، بغير بلد، بغير لغه، بغير كل شيء. انا بشوف انه السبيل الوحيد لسكويد جيم انه هو يرجع ينفض ويرجع يضرب وفعلا يدخل من التوب 10 لافضل المسلسلات في التاريخ، انا بشوف هذا رايي الشخصي، اذا بده يدخل للتوب 10 في قائمه الافضل المسلسلات في التاريخ، فاذا بيعمل هاي الحركه اضمن له يعني مستقبل باهر مثل ما بيقولوا. ونتفليكس اذا بدكم تاخذوا فكرتي ما عندي اي مشكله، بس يعني خلونا نعمل عقد بين بعض يعني، بس انه خذوا فكرتي ما عندي اي مشكله. اوكي
فيعني هلا هي كلها توقعات، بالاخير ما في سيناريو رسمي او قصه رسميه للسيزن الثاني، كل اللي عم بيطلع حكي حتى انا هلا اللي حكيته هو راي شخصي لا اكثر، ما في حدا عم بيحكي هذا الكلام اساسا، راي شخصي انا بتمنى هيك يصير. السيناريوهات الثلاثه اللي حكيت لكم عليهم كمان، والهبد الرابع هيك المعلومه اللي حكيت لكم اياها انه راح يرجعوا الميتين وما بعرف ايش كمان، كله حكي بس انه عم يتم التداول حواليه. فقلت لحالي لازم نعمل حلقه يعني عن هذا الموضوع نشمل القصه كلها مع بعضها. فخلينا نشوف على كل ايمت رح يجينا سكويد جيم وشلون رح يجينا وهكذا. انا بقول سكويد جيم رح يجينا ب 2022 شهر 8-9 هيك شيء، سياسة نتفليكس انه بس يطلع عنده مسلسل السيزن اللي بعده بيكون بعد سنة فورا، فاتوقع انه يطلع عنا سكويد جيم الموسم الثاني 8-9 هيك شيء 2022. اذا ما حيطلع ب 2022 بيكون في الربع الاول من 2023، بس كمان بعيده ما اتوقع يمطوا كل هالوقت هذا. هذا كان كل شيء عندي بفيديو اليوم، اعطوا لي رايكم تحت في الكومنتات وشلون بتتمنوا سكويد جيم يرجع في الموسم الثاني. اعملوا لايك على هذا الفيديو اذا عجبكم، اشتركوا تحت القناه اذا ما كنتم مشتركين. هذا كان كل شيء عندي فيديو اليوم، بشوفكم حلقه الجاي، سلام عليكم.